بعض الكتل السياسية وبعض القوى السياسية الآن وبعض الشخصيات تحتاج مثل هكذا مدونات أو تحتاج مثل هكذا مبادرات، سواء كان على مستوى رئيس الجمهورية وحتى على مستوى القوى السياسية الوطنية التي تعتبر هي بعض الأحيان تسمى كوثيقة، وثيقة شرف، وثيقة وطنية. القوى السياسية التي حقيقة نقول لم تتلطخ أيديها بالفساد بالمال العام، تحتاج مثل هكذا، وهذه هي تعتبر هي تذكرة وإيجابية في نفس الوقت. والشيء الآخر المهم هو أن يكون هنالك رحابة صدر من هذه القوى بالتعامل مع هذه المدونات أو مع هذه الوثائق، يكون لديها رحابة صدر بالتعامل معها بتعامل إيجابي ولا بالتعامل التعالي. ولكن الشيء الحقيقة المؤسف له بأن الشعب العراقي يعلم بأن كثير من الأحزاب السياسية والكتل السياسية هي تتعالى على هذه المدونات السلوكية وتتعالى وتتكبر على كثير من الوثائق، بل وصل الحد بها أكثر من ذلك. هنالك كتل سياسية وأحزاب حكمت العراق في الفترات السابقة هي تتكبر على الدستور الذي هو يعتبر أهم شيء. إذا كان هنالك احترام لهذه المدونات السلوكية الذي تعتبر هي مبادرة حسنية، ولكن الشيء الأكبر أن يكون هنالك احترام للدستور.